كما جرت اتصالات هاتفية بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وكل من إخوانه، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أميري منطقة تبوك، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. وتم خلال هذه الاتصالات تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، دعينا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مملكة البحرين وعلى شعوب هذه الدول باليمن والخير والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والتقدم.